إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن عظيمنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد رسول الله أدى الرسالة وبلغ الأمانة وكشف الغمة، فصلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، إخوة الكرام، كان من المتوقع أن يلقي هذه الكلمة الأستاذ مصطفى بن حمزة، و نظرا لعذر من الأعذار وأعذاره كلها مقبولة، لا ندم إلا القبول لأخينا، وأنا سأنوب عنه نيابة ولو يعني بإلقاء كلمة يعني مكتوبة، ربما تكون مملة ولكن أستسمحكم. أما بعد، النبي عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر إلى المدينة كان شغله الأول أن يبني المسجد وأن يصف المؤمنين فيه وأن يجعل المسجد محصناً للرجال ومصنعاً للإبطال، فلا غرو ولا عجب، فإن إقامة المسجد أول وأهم ركيزة في بناء المجتمع الإسلامي. أول حاجة اللي كيتبنى عليها الصرح ديال هذا الإسلام هو بناء المساجد. بالعكس، أنا بعض الناس ماذا يقولون؟ كثرة المساجد، الناس اللي ما عندهمش فهم رسالي، كثرة المساجد. في الوقت اللي أن وزير الأوقاف يسأل فيقال له كم عدد المساجد في المغرب، فقال عدد المقاهي في الدار البيضاء تساوي عدد المساجد في المغرب العربي، في المغرب، عدد المقاهي في الدار البيضاء تساوي عدد المساجد في المغرب. إذا كما قلنا فلا غرو ولا عجب، فإن إقامة المسجد أول وأهم ركيزة في بناء المجتمع الإسلامي، ذلك أن المجتمع المسلم إنما يكتسب صفة الرسوخ والتماسك بالتزام نظام الإسلام وعقيدته وآدابه، وإنما ينبع ذلك كله من روح المسجد ووحيه، فهو المكان الذي تشيع فيه آصرة الأخوة والمحبة بين المسلمين، وقد تساقطت فيما بينهم فوارق الجاه. في أي مكان تنتفي هذه الدواعي، داعي الجاه وداعي النسب والحسب؟ في بيت الله عز وجل، لأن تسمى الجامع، تجمع الشمل ديال القرية، تجمع الشمل أديال الحي، ولذلك تنتفي فيه جميع الفوارق، فوارق الجاه والمال والاعتبار، يقفون صفاً واحداً بين يدي الله عز وجل، وقد وقفوا على صعيد مشترك من العبودية لله تعالى. أجل، عمار بيت الله، المسجد هو المعبد الذي يدع فيه المسلمون أحقادهم ومطامعهم وشرورهم وفسادهم على الباب، ويدخلون إليه بقلوب متفتحة بالإيمان متحلية بالخشوع، ثم يقفون صفاً واحداً يستوي فيهم الكبير والصغير والأمير والحقير والغني والفقير، أقدامهم متراصة، أكتافهم متزاحمة، جباههم جميعة إلى الأرض، يستوون في شرق الأرض في شرف العبودية، مستجيبين لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويصدق عليهم قوله تعالى: في بيوت، في مساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. شكون؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فأي جامعة شعبية أيها الإخوة، أية جامعة شعبية كالمساجد تسع الجميع في رحابها في الليل والنهار والصيف والشتاء، لا ترد طالبا شيخا كان أم صبيا، ولا تشترط رسوما ولا تأمينا ولا تضع قيودا ولا عراقيل. أي جامعة كهذه تعلم قواعد العقيدة والفرائض والعبادات. المسجد خاص يكون شعبي، مدرسة، مؤسسة علمية، العلم اللي سمحنا نهجروه الأحباب، العلم هو أساس التفاضل بين الناس. الله طرح واحد المفارقة قائمة على أساس العلم فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وما جاوبش، دليل على أن المفاضلة قائمة على أساس العلم. فالعلم أعظم اسم شرف للناس، فالنبي عليه فالله تبارك وتعالى اعتد بشهادة العلماء وسواها بشهادة نفسه حينما قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذا في المسجد خص يخرج لنا العلماء،
خطباء وعاظ، تعلم قواعد العقائد وفرائض العبادات ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب وطرائق المعاملات، وتعقد فيها للعلم حلقات تغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة. وقد جعل الله تبارك وتعالى أحسن البقاع، أحسن البقاع هي المساجد، فقال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي البقاع خير وأي البقاع شر؟ فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام. فقال فسأل جبريل فقال: لا أدري حتى أسأل ميكائيل. فجاء فقال: خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق. والمسجد أيها الإخوة قلعة الإيمان وحصن الفضيلة، وهو المدرسة الأولى التي يتخرج منها المسلم، وهو بيت الأتقياء، بيت الأتقياء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله تعالى. والمسجد مكان اجتماع المسلمين يومياً، ومركز مؤتمراتهم، ومحل مشاوراتهم وتناصحهم، وهو المنتدى الذي فيه يتعارفون ويتآلفون على الخير، ويتعارفون ويتعاونون. ومن المسجد تخرج الجيل الفريد، الصحابة والتابعون، ففتحوا بلاد الدنيا بالإسلام والإيمان، حرروها من الطغيان والفساد، فملأوا الأرض علماً ونورا وعدلا. وصدق الله العظيم كما قلنا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أخي المسلم، ينبغي أن تعرف، ينبغي أن تعرف أن للمسجد حرمة خاصة على المسلم أن يراعيها، وله أداب عليه أن لا يفرط فيها. المسجد عنده آداب، خصو المسلم ما يفرطش في هذه الآداب، لابد أن يراعيها، وذلك حتى تتحقق الرسالة التي أرادها الله منه. لهذا أمر الإسلام بمراعاة الآداب التالية. فأول آداب الأحباب، أول آداب اللي خصنا نراعيه ومحق المساجد علينا، حضور صلاة الجماعة وعدم التفريط في هذه الفضيلة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة، أي في المسجد، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وفي رواية: صلاة الرجل في المسجد، صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث اللهم صل عليه في المسجد، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، كيحلف النبي صلى الله عليه وسلم على الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة في المسجد، شتي يقول: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس في المسجد، ثم أخالفه إلى رجال، نمشي لواحد الناس اللي ما كيتخلفوا على المساجد ويصلوا غير في الديور ديالهم وما يعمروش بيوت الله، فأخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وعن ابن مسعود قال: من صره اللي بغى يفرح غدا يوم القيامة أن يلقى الله تعالى سالما مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيت وما يتخلف عنها إلا منافق. وكذلك من الآداب لصلاة في المسجد، من آداب المسجد تطهيره من الأقدار. شوفوا الأحباب، الناس استفرغوا جهدا كبيرا من أجل بناء هذا الصرح العظيم،
اللي يشري الطبيات، هل اللي يشري الفايونس، هل اللي يشري كذا، لا، أو واحد يساهم في تدمير هذا المسجد، يوسخ المساجد. ولذلك لا بد من احترام هذه الأداب. الأدب الثاني تطهيره من الأقذار. قال تعالى مخاطبا إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين. فهذه الآية حثت على طهارة المسجد الحرام، ويقاس عليها كل مسجد من مساجد الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المساجد في الدور، في الدواور، وأن تنظف وتطيب. وكانت امرأة سوداء، واحد المرأة كانت حلا وكانت اختصاصية، كانت تقوم البيت، فماتت هذه المرأة. كانت امرأة سوداء تقوم المسجد، أي تقوم بنظافته، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها بعد أيام، فقيل له إنها ماتت، فقال فهل آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم تكريما لها. علاش؟ لأنها كانت تقوم بواحد وظيفة عظيمة في الشرع، في ديننا، وهو نظافة المسجد وقمام المسجد. كذلك صيانته من الروائح الكريهة، وخصوصا المنبعثة من أفواه المصلين، وجواربهم قشر، فإنها تؤذي المصلين وتحول بينهم وبين الاسترسال في جلال العبادة وسبحاتها. لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل البصل والثوم، فقد روي أنه قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ويلحق بذلك كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أن نلتزم بهذه الآداب. الله تبارك وتعالى كل من ساهم في هذا المسجد الله تبارك وتعالى يبني له قصرا في الجنة. قولوا آمين. اللي ساهم من قريب ومن بعيد نسأل الله تعالى أن يوفقه ويعطيه إن شاء الله واحد القصر عظيم في جنان النعيم إن شاء الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله الأخ عساوي خيرا على هذه الكلمة المقتضبة.